بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، طلاب الغاليين اهلا بيكم. طبعا الفيديو ده انا ما عملتوش عشان الناس اللي في علمي اللي امتحنوا يراجعوا معانا، لا اطلاقا. فلو حضرتك طالب في علمي وامتحنت، انت كده عندك وقتك غالي، قوم ذاكر وسيبك من الانجليزي، هو خلاص عدى ايا كان وضعه. طب رايك ايه يا مستر في الامتحان؟ رايي في الامتحان في مجمله الامتحان سهل وبسيط وزي الفل، معتدل. بلاش نقول سهل جدا، يعني معتدل وزي الفل. طيب لو انت طالب علمي، فلو سمحت تفضل قوم ذاكر، ما تضيعش وقتك وما ترجعش لا معايا ولا مع غيري، خلي وقتك كده غالي عليك وقوم ذاكر. طب وانا بحل الامتحان ده ليه؟ بحل الامتحان ده عشان الطلبه اللي في ادبي اللي هيمتحنوا ان شاء الله برضو بعد كده يعرفوا الدنيا كان شكلها ايه والامتحان كان جاي ازاي. فانا بحل الامتحان ده لطلبه ادبي. طلبه علمي شكرا جزيلا، تعبتوا معانا طول السنه، كتر خيركم، عملت اللي عليكم. لو عندك اخطاء الحمد لله كله خير، استعين بالله كده وكمل في اللي بعد كده وسيبك من الانجليزي. أول سؤال، he has an assignment to do today. هو عنده واجب، assignment يعني واجب لازم يعمله النهارده. he has to finish this A on time. لازم يخلص الـ A، هذه الـ A في الوقت المحدد. this task، this task يعني هذه المهمة. طبعا recipe وصفة، draft اللي هي المسودة، و purpose يعني غرض. no sooner دي يا ولاد طلاب الأدبي، لحظة واحدة كده عشان هقول لكم على فكرة. احنا متفقين يا شباب قبل كده مليار مرة إن أي كلمة نفي تيجي في اول الجمله بنعمل حاجه اسمها انفيرجن. دي قلتها كتير في الفيديوهات اللي فاتت، حتى اخرهم كان امبارح. انفيرجن ده يعني ايه؟ يعني كلمه مثلا نبدا الجمله بكلمه نوت اونلي. نوت اونلي دي نفي، يبقى نجيب فعل مساعد فاعل، وبعدين فعل في المصدر او فعل في التصريف الثالث على حسب الفعل المساعد. فلو قلنا ديد يبقى نقول ديد هي دو مثلا. طب لو قلنا هاد يبقى نقول هاد هي دان. مثال كمان عليها كلمه نيفر يا اولاد، نيفر ديد هي سليب، ديد هي سليب. طيب لو انت قلت لي هاد يبقى هاد هي سليبت، اختها زيها بالظبط نوت اللي هي اسمها نو سونر، اختها كمان هاردلي، اختها الثالثه سكيرسلي. الناس دي كلها بنجيب فعل مساعد فاعل فعل، والكلام ده موجود اصلا واحنا خدناه قبل كده، وانا هوريه لك. هو كمان موجود في مذاكره القواعد اللي انا عملتها لكم وقلت لكم بص عليها، بس انتوا للاسف في ناس كتير ما بصوش عليها. اهي ادي مذكره القواعد اللي انا عاملها، وحتى طالب بعتها لي النهارده. نوت اونلي اي بوت مش عارف ايه كده. المهم لو احنا نبدا بقى الجمله، نوت اونلي فعل مساعد فاعل فعل، خد بالك من دي كويس عشان دي مهمه جدا جدا جدا. طيب بعد كده نرجع للسؤال الثاني، يبقى احنا كده هنقول نوت سونر فعل مساعد فاعل. طيب انا عندي دي بدا بفعل مساعد، افكر فيها، دي ما ينفعش لانها بدا بفاعل، دي ما ينفعش انها بدا بفاعل. هنقول هاد ولا هاز؟ ما هو بقول لك زان هي ليفت، انت عارف نو سونر مع الماضي التام، يبقى نو سونر هاد هي تيكن. السؤال الثالث، نوت اونلي كلمه من كلمات النفي، يعني سؤالين اثنين بنفس الفكره، ودي حاجه غلط في الامتحانات عموما يعني، ولكن نوت اونلي عايزين فعل مساعد الاول. دي بدا بفاعل، دي بدا بفاعل، دي بدا بفعل مساعد بس مضارع، ودي بدا بفعل مساعد بس ماضي. شوف النص الثاني ماضي ولا مضارع. بات هي اولسو ليكد، ليكد زمانها ماضي، يبقى انت هتقول لي ديد هي ستيل. طيب the government aims at setting up a European university. قلنا قبل كده يا شباب ان احنا بناخد الـ A و N على حسب الحرف، على حسب الصوت الاولاني مش الحرف. انت لما تيجي تنطق دي بتقول يوروبيان، يعني حرف الواي هنا مش حرف الاي، وبالتالي المفروض نقول A يوروبيان. ودي نزلتها قبل كده كتير في جروب التليجرام، ادخل على جروب التليجرام واكتب كلمه يوروبيان هيطلع لك القصه دي، وموجوده في فيديو على قناة اليوتيوب في كذا فيديو في فيديوهات تريكات. The money not in the robbery was never found. النقود التي سرقت. الجملة دي أصلا كانت المفروض تبقى كده. المفروض الجملة دي أصلا كانت المفروض تبقى the money which was stolen in the robbery. فهنشيل which was ونقول the money stolen على طول، وبكده تبقى الإجابة خلصت. السؤال اللي بعد كده، يبقى احنا هنا هنقول the money stolen هي رقم B. طيب an what is an official document that gives you permission. هو عباره عن مستند رسمي بيديك الاذن انك تعمل حاجه معينه، يبقى ده الرخصه اللي اسمها license. she estimated the A of building the new villa. هي قدرت الايه؟ اكيد the cost اللي هي التكلفه. امال ايه cost ديت؟ دي معناها الساحل. his own company he took on many workers. بعد ان بنى يبقى المفروض كنا نقول after he had found. اتفقنا ان احنا ممكن نشيل after he had found ونجيب مكانها الفعل مضاف له ing، يبقى founding. after he had found طبعا عشان had والتصريف الثالث، يبقى هنا المفروض founding. ليه؟ عشان ده معناها بعد ان اسسها. عايز كمان جمله عشان انت لسه هتمتحن طبعا يا ادبي، فانا ممكن اقول لك مثلا reading. الجمله اللي انا لسه قايلها للطلبه امبارح بالليل، reading نفس الجمله دي، the story I slept دي معناها after I had read the story I slept، يعني بعد أن قرأت القصة أنا نمت. السؤال اللي بعد كده،
after my sister had graduated بعد أختي ما تخرجت ولا my sister المفروض تبقى دي بقى she looked for a job. look for a job يعني يبحث عن وظيفة. look for بتساوي search for اللي احنا خدناه قبل كده. مستر حسن و asked his students to not creative suggestion. انت عارف ان يقوم بعمل اقتراح اسمها make suggestion. I got a plumber thereby. انت عارف ان get مفعول to والمصدر فانت هنا هتقول to fix. all our valuable things are locked in a safe. كل الاشياء القيمة بتاعتنا محفوظة في خزنة في البدروم. العكس بتاع كلمة valuable. valuable يعني قيم. عكسها ايه يا ترى؟ unvaluable unavailable يعني غير متاح. precious يعني ثمين او قيم. ولا worthwhile يعني يستحق او ذات قيمة. ولا worthless يعني عديم القيمة. يبقى unvaluable كلمة valuable عكسها worthless. unavailable يعني غير متاح. it not that Sarah will break the record. انت عارف ان هو عايز يقولك يعتقدوا يبقى it. وانا اصلا حفظتها لك مليون مرة لما يكون في it وذات. فانت محتاج verb to be والباست participle او محتاج has been والباست participle. انا قدامي هنا is believed يبقى دي الاجابة. The dogs barked on seeing not. الدوجز الكلاب نبحت لما رأت أنفسهم وهم كلاب جمعي يبقى themselves. رقم 15. I have been a member of the National A of Teachers. أنا كنت عضو في الإيه القومية للمعلمين. أكيد association اللي هي الرابطة القومية للمعلمين. كلمة faction دي يعني عصبة. constitution دي اللي هي الدستور. وcoronation اللي هو التنصيب. watching too much TV me headaches. مشاهد تلفزيون كتير بيسبب لي صداع يبقى gives me headaches. طب ليه مش make يا مستر؟ كان ممكن نستخدم make لو قال لك makes me have او feel headaches. والجملة دي احنا يعني قتلت بحثا واتكررت كتير جدا. The following line can be put in the A of CV. بقول لك I enjoy meeting people from all over the countries. I have traveled to Europe and Australia. انا بحب بستمتع بمقابلة الناس من كل دول العالم وسافرت كتير لأوروبا وأستراليا. يبقى دي كده في اهتماماتي. انا بستمتع يبقى دي اهتماماتي اكيد يعني. طيب بعد كده which sentence is punctuated correctly يعني please دي انا ما اعتقدش ان في فيديو في الفيديوهات اللي عملتها على الرايتنج ما قلتش فيها موضوع please دي. عايزك تعرف او عايزك تفتكر معايا كده يا طالب الادبي ان كلمه please لما نجيبها في اول الجمله نعمل بعدها كما. لو جبناها اخر الجمله فبنعمل قبلها كما. حلو. فهنا بقول بي كوايت ما فيش هنا كما فدي غلط. هنا بي كوايت وما فيش كما فدي غلط. هنا بي كوايت وفي كما وفي نقطه يبقى دي اللي صح. هنا بي بادئه بسمول ازاي المفروض تبقى كابيتال لان اول الجمله والمفروض كان في نقطه في الاخر. يبقى هنا بي كوايت كما بليز. لو انت طالب علمي وربنا ما هداكش نفسك يعني وبتسمعني اعمل حسابك ان ممكن يكون سي دي كانت جايه عندك انت ايه فما تكونش انت عامل ايه وتتخض. بص شوف هي نفس الاجابه ولا لا. which sentence is instructed is structured correctly. امير بص عايزك تعرف دايما حركه سريعه في الموضوع ده. امير وبعدين جمله اعتراضيه وبعدين هنا لازم الفعل يبقى فيه علاقه نفس نجوز الفعل للفاعل زي ما اتفقنا. لازم يكون في اتفاق بينهم. امير ده مفرد فالمفروض يعني نقول سكورز يعني نقول سكورد فدي كده غلط لانه جايبها سكور. طب دي سكورد. امير هوز ذا هاف ديفندر. انت عايز تقول امير الذي كان. الذي يعني هو يكون او كان فخليها يكون. الذي يكون يبقى هو از. هو هنا عاملها هوز يبقى دي برضه باظت. طب ما هنا هو از اهي. طب امير هو از ذا هاف ديفندر سكور. امير ده مفرد يعني نقول سكورز في المضارع يعني نقول سكورد في الماضي فدي كده بقت باظت والاجابه اصبحت رقم دي. امير هو از هاف ديفندر سكورد ذا ويننج جول ودي الاجابه الصح. last but not least هو هيسالك عليها يقول لك دي تبع ايه بالظبط start ولا introduction ولا body ولا conclusion. لو انت مخربش start و introduction حاجه واحده اصلا. ثانيا قال لك last اخيرا وليس اخرا يبقى دي في الconclusion. لو انت خدت بالك لو انت نزلت ملف البي دي اف اللي انا عملت فيه خمس امتحانات انا كاتب بايدي last finally in brief in short to sum up. الناس دي كلها في الconclusion. تعال نقرا قطعه سريعا كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بقول لك what sort of food are we likely to be eating in the year 2030. ايه نوع الطعام اللي احنا ممكن ناكله في 2030. معظم الناس لما تسالهم السؤال ده اما ان هم يقول لك there won't be any food left. مش هيكون في اكل باقي اصلا ناكله. او ناس تقول whatever it is ايا كان الطعام there won't be much taste in it. ايا كان الطعام الموجود فعمره ما هيكون له طعم. بالتاكيد there are good reasons for being pessimistic about the world's food supplies in the future. بالتاكيد في اسباب بتخلينا متشائمين عن مؤن الطعام او اعدادات او امدادات الطعام في المستقبل. Nevertheless not all the experts share the general despondency. مش كل العلماء الخبراء بيتشاركوا الاحباط اللي هي السائده ديت وحاله عدم الثقه في امكانيات في ان الطعام هيغطي الناس ولا لا. For one thing لسبب واحد. Also
the world's population is rising، بالرغم ان تعداد السكان بيزداد، انتاج الطعام برضو is keeping pace with، يعني السكان بيزدادوا والطعام بيزداد برضو بنفس الوضع. even if او even in developing countries، حتى في الدول المتقدمه والدول الناميه على حد سواء. it is therefore argued that the main reason why people are hungry، السبب في ان الناس جوعانه، is not that there is world food shortage، مش لان في نقص في الطعام، لا ده بان السبب في نقص الطعام، السبب في ان الناس جوعانه مش بسبب نقص الطعام، لان الطعام مكفي وزي الفل، بس بسبب ان الطرق المستخدمه في الزراعه not sufficiently advanced، مش متقدمه. in some areas and the food is not fairly distributed، وان الطعام غير موزع. يبقى الراجل بيقول لك ان في مشكله في الطعام، الناس جعانه في معظم الدول. المشكله دي مش لان في نقص في الطعام، لا الطعام مكفي وكل حاجه، بس المشكله في حاجتين اتنين. اولا ان في اساليب زراعيه قديمه، وثانيا ان الطعام غير موزع بشكل سليم. Moreover، الأكثر من ذلك، in most industrial countries، في معظم الدول الصناعية، one important cause of trouble is our constructive performance for meat. conservative performance، اللي بيقول لك إن المشكلة في، أو واحد من أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى مشكلة الجوع ده، إن الناس دايماً بتهتم أو بتتناول الطعام اللحمة يعني. After all، على أي حال، we are already for a situation where we feed animals with grain. إحنا حالياً مؤيدين للموقف ان احنا نطعم الحيوانات with grain، بالحبوب، to produce high quality beef، عشان يطلعوا انتاج من اللحوم كبير. even though the grain would feed the human population، حتى لو كان الطعام الحبوب ده ممكن بدل ما ناكله الحيوانات ناكله للبني ادمين. by the time our grandchildren have grown up، احنا اجدادنا احفادنا اللي هو عيالنا يعني بدأوا ينمو، it seems likely that many of these problems will have resolved، لما ولادنا بيكبروا كده احنا يبدو ان معظم المشاكل دي بتحل. طب ليه يا عم؟ العلماء already capable of constructing sticks from vegetable ingredients، العلماء بقى عندهم القدرة ان هم يطلعوا يعملوا شرائح لحمة باستخدام مكونات من الخضروات زي الصويا. however skeptical we may be، برغم ان احنا ممكن يكون عندنا شك about their claim، عن ادعاء العلماء او قول العلماء بان هم هيستخدموا الصويا انهم يعملوا بها لحمه، ذات زي كان بروديوس اللي هم ممكن ما يعرفوش ينتجوا نفس الماده ونفس الطعم ونفس اللون اللي بيجي في اللحمه. by these means the fact is that، الحقيقه هي ان the most common complaint about such sticks، الشكوى الكبيره من اللحوم اللي هتتعمل تصنع دي، is that we will no doubt have discovered a way including artificial bones scan and fat، بيقول لك ان هيكون في صعوبه ان احنا نصنع عظام صناعيه وجلود وجلد صناعي ودهون صناعي. تعال بقى نشوف الاسئله. اول سؤال بيقول لك according to the passage، وفقا للقطعه اللي قراتها دي، using vegetable ingredients، استخدام المكونات اللي من الخضر، واحده من الطرق اللي احنا نستخدمها عشان نتغلب على نقص ايه يا ترى؟ البروتين ولا الدهون ولا الفيتامينات ولا الكالسيوم؟ هي اللحمه فيها ايه؟ فيها بروتين، يبقى اكيد دي بروتين. هو ما قالش كده في القطعه، بس انت فاهم ان عمال يحل في مشكله اللحمه، فاكيد بروتين. which sentence of the following can best summarize the last paragraph، ايه من دول ممكن تلخص لك اخر باراجراف بشكل كويس؟ تعال نشوف كده. هو في اخر باراجراف بيقول لك ايه؟ ان اطفالنا بيبداوا يكبروا، بس في حل للمشكله ديت. الحل ده في ان احنا ممكن نستخدم خضروات زي الصويا او فول الصويا، ان احنا ننتج لحمه عشان اللحمه دي هتغطي احتياجاتنا. طيب صويا بينز كانت تشينج ذا تيست، ان الصويا ممكن تغير طعم اللحمه يعني خليه احسن يعني؟ لا طبعا. صويا بينز وستيك اند فود، صويا بينز ستيك اند فود انجريدينتس، يعني فول الصويا واللحوم ومكونات الطعام، ما بيحكيش عن كده خالص. بينز فاتس اند سكن، الفول والدهون والجلد، لا هو بيحكي لك في القطعه دي عن البينز ريبليسمنت اوف ميت، يعني عن البينز كبديل للحمه، وحتى قال لك ان احنا مش عارفين هيكون لها نفس الطعم ولا لا. there won't be food shortage in the future if the food is، مش هيكون في مشكله نقص طعام في المستقبل لو الطعام fairly distributed، تم توزيعه بشكل سليم. لو انت فاكره انا بشرح في القطعه قلت لك ان الراجل بيقول احنا ما عندناش مشكله نقص طعام ولا حاجه، احنا عندنا بس مشكله سوء توزيع والات مستخدمه قديمه. طيب يبقى الاجابه كده فعلا fairly distributed، اللي هي رقم ايه؟ اللي معناها توزع بشكل سليم. المشكله الطعام can be solved if، مشكله الطعام ممكن نحلها لو احنا استخدمنا الانترنت ووسائل الاعلام، استخدمنا الميه اكتر، استخدمنا طرق حديثه، يبقى هي دي فعلا طرق حديثه ونوزع صح. طيب رقم 25 according to the passage our diet may be in the future، وفقا للقطعه الدايت بتاعنا، النظام الغذائي بتاعنا هيكون مختلف،
will be different، سيكون مختلفا في المستقبل، مش هيكون تقليدي ولا هيكون صعب ولا هيكون نفس النظام. طب ليه احنا اليومين دول بناكل لحمه، في المستقبل ممكن ما يكونش في لحمه فناكل صويا بدل اللحمه. We feed animals on grain to produce، احنا بناكل الحيوانات grain حبوب عشان تنتج ايه؟ قط. الحته دي موجوده نصا هنا اوريها لك. With grains to produce highly high quality beef. تعال نشوف جابها كده ايه؟ هاي كواليتي بيف اللي هي رقم ايه فعلا؟ يبقى كوا دي كوانتيتي، احنا عايزين هاي كواليتي، لا دي هاي كوانتيتي، لازم تقرا بهدوء يا جماعه. فين هاي كواليتي بيف اللي هي رقم دي؟ هاي كواليتي يعني البيف اللي جودته عاليه، لكن دي كميه عاليه منه، المفروض كانت تبقى هاي كوانتيتي اوف بيف، ناقص اوف حتى. According to the passage food production is growing، وفقا للقطع انتاج الطعام معدل النمو بالنسبه لمعدل التعداد السكاني نفس السرعة ونفس الأداء، بطيء زيه لا، المعدل السكاني بيزداد بسرعة والإنتاج بيبقى as fast as، يعني الاثنين بيزدادوا بنفس السرعة. The main idea of the basic، القطعة دي كلها بتحكي عن إيه بقى؟ The advantages of eating soy beans، مزايا أكل الصويا. هو قال لك الصويا لما ناكلها بتتخن أو نخس؟ لا ما قالش. هل قال لك عن توزيع الطعام يعني distribution of food؟ لا ما قالكش عن توزيع، ما قالكش مثلا مصر فيها نسبة طعام في 50% والصين فيها 30%، ما قالكش. The causes of food shortage and its solutions، الأسباب بتاعت زيادة نقص الطعام وحلولها. ما قالك إن في نقص من الطعام، بس النقص ده بسببين اتنين، السبب الأولاني إن إحنا بنوزع غلط، والسبب التاني إن إحنا بنستخدم طرق تقليدية في الزراعة. طيب الحل فين يا عم؟ إن إحنا نوزع الطعام بشكل كويس وإن إحنا معرفش نعمل إيه، يبقى الإجابة فعلا رقم بي. طيب ليه ما نقولش population increasing all over the world؟ هو لو كان عايز دي كان المفروض يحكي لك في القطعة عن ان التعداد السكاني في مصر وصل 70 مش 90 مش عارف 90 مليون، وفي الصين كام مليار وهكذا، ما حكاش كده عن حاجه زي دي. طيب القطعه الثانيه، باسل رشيد هو was a famous detective working for businessmen to protect them and solve mysteries او mysteries related to their work. واحد اسمه باسل رشيد كان شغال محقق مشهور، كان بيشتغل في اولاد رجال الاعمال عشان يحميهم ويحل الالغاز او المشاكل اللي هم بيواجهوها. had finished working on a crime in Aswan، كان شغال في مشكلة أو قضية في أسوان، جريمة في أسوان وخلصها، وكان على وشك إن هو يروح البيت على سبانيش ترين، قطار اسمه سبانيش ترين. when Basil got on the train، لما ركب باسل ده القطار لاحظ إن كان في إن هو unusually full for the time of year، لاحظ إن القطار ده في عدد كبير غير التقليدي، يعني في التوقيت ده من السنة القطار ما بيكونش مزدحم بالمستوى ده. بعدها بشوية كده بعد ما القطار غادر، a wealthy businessman، رجل غني اسمه مستر مراد، asked Basil to protect him because he believed his life was in danger. الراجل الغني دخل على باسل قال له احميني لان حياتي في خطر. ده الراجل اسمه مراد. برغم ان مراد عرض على باسل كثير من النقود عشان يعمل كده، الا ان المحقق اللي هو باسل didn't believe the man's story، لم يصدق قصه الرجل، and refused to help him، ورفض يساعده. During that night، اثناء الليل القطار had to stop because of heavy rain، القطار لازم يقف لان كان في مطر كثيف. انه يوم اللي بعد كده مراد was found dead، وجدوا ان مراد ميت، مراد ده اللي هو الرجل الغني اللي كان عايز باسل يساعده. He had been murdered، تم قتله. He had someone got on the train and killed him، يا ترى في حد ركب القطار وقتله؟ Now باسل believed مراد's story، دلوقتي بقى باسل بدا يصدق القصه. امتى بدا يصدقها؟ لما اكتشف ان الراجل ميت. Together with a doctor who was also on the train، بدأ باسل بمساعدة الطبيب ان هم يمسكوا الجثة ويفحصوها، واكتشفوا he started work to solve the crime، بدأ يعني يبدأ العمل عشان يكشف الجريمة. The two men soon discovered that مراد had a secret identity، الاثنين اكتشفوا ان مراد عنده هوية سرية. He wasn't a businessman، اكتشف ان هو ليس رجل اعمالا زي ما كان بيقول، but a criminal who was hated by many people، لكنه كان مجرم وكان ناس كتير بتكرهه. يبقى مراد كان رجل مجرم وكان في ناس بتكرهه. After examining the train and Murad's body، بعد ما فحصوا وفتشوا القطار وفتشوا جسمان مراد، باسل realized that the man had almost certainly been murdered by one of the 13 people from the same board of the train. اكتشف المحقق ان مراد قتل على يد واحد من ال 13 راكب اللي كانوا راكبين معاه في نفس العربيه. This means that there were 13 suspects، ده معناها ان في 13 مشتبه فيهم في القطار. One by one، مسكهم واحد واحد فحصهم، وباسل اكتشف ان ال 13 دول كلهم had a good reason to hate مراد، ان ال 13 واحد كان في منهم وبين مراد مشاكل وكان عندهم الحق ان هم يكرهوه ويقتلوه. They had carefully planned what they were going to do، خططوا كويس اللي هم كانوا عايزين يعملوه،
and had all taken part in the murder. وكلهم اشتركوا في قتل الرجل ده عشان يبقى دمه مفرق بين القبائل. That was why the Spanish train had been so full on the journey. ده عشان كده القطار كان ممتلئ في اليوم ده، وده غير طبيعي بالنسبة للقطار. أول سؤال بقول لك the sentence that can summarize the fourth paragraph. الجملة اللي ممكن تلخصناها البراجراف الرابع اللي هو مين؟ ادي كده واحد، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع. هو بيقول لك دلوقتي باسل صدق قصة مراد وبدأ هو والطبيب يحاول ان هم يحلوا المشكلة الجريمة، واكتشفوا ان مراد عنده هوية سرية وان هو كان بيكذب عليهم، مش راجل اعمال، ده هو مجرم. طيب تعال نشوف بقى. بيقول لك اول سؤال بيقول لك the sentence that الجملة اللي ممكن نحطها عنوان البراجراف ده identifying who مراد really was and his real job. هي دي، اتعرف على مين مراد ده ووظيفته. هم عرفوا ان هو كان بيكذب عليهم وان هو مش بيزنس مان، ده هو مجرم. رقم اتنين، باسل didn't want to help Mr. مراد. باسل ما كانش عايز يساعد مراد to take part in the murder، ان هو يعني يشاركه في المقتل as he was a murderer، لانه كان القاتل ده ما كانش لسه يعرفه، ولا ما كانش راضي يساعده ان يقتل المجرمين الاخرين، ولا ما كانش راضي يساعده as he thought he was a liar، اعتقد ان هو كاذب، اعتقد ان هو كذاب. باسل found out that there was 13 suspect. باسل اكتشف ان في 13 مشتبه فيهم. ليه؟ مراد told him، مراد اخبره بكده؟ لا ما اخبروش. He knew they hated مراد، هو عارف ان هما بيكرهوا مراد، ولا he checked their identities، فحص هويتهم، ولا الدكتور اخبره بذلك؟ لا، لان هو عرف ان هم كلهم بيكرهوا مراد وكلهم عندهم السبب ان هم يقتلوه. بالرغم ان باسل رفض ان يساعد مراد الا انه was right، كان عنده حق، ولا اشتبه في few of the passengers، اشتبه في مجموعة من الركاب، ساعد الدكتور ان هو يصل للحقيقة، اكيد هي دي. بالرغم ان باسل رفض يساعد مراد الا ان باسل بمعاونة الطبيب وصل للحقيقة. The central idea of the story. القصة الأساسية في الموضوع ده كله إن criminals would help to protect each other. المجرمين ممكن يساعدوا في حماية بعضهم البعض، ده هم قتلوا بعض. Crime would be committed by the help of the police. إن الجريمة يمكن أن ترتكب بمساعدة البوليس، برضو كلام أهبل. Criminals always face their fears of the death. يعني المجرمين دائما يلقون مخاوفهم من الموت، ولا the Spanish train my stress crime، يعني الجريمة الغامضة اللي كانت في القطار، اكيد الجريمة الغامضة اللي كانت في القطار، يبقى دي رقم دي. بكده خلصنا القطعة، تعال بقى نترجم ونشوف الترجمة الصح والغلط. اول واحد بقولك a civilized society should treat his its elderly members well even if it is multicultural. معناها ان المجتمع المتحضر يجب ان يعامل الاشخاص الكبار السن بشكل جيد حتى لو كانوا متعددي الثقافات. خد بالك multicultural، متعدد الثقافات. طيب الترجمة الصح بقى، المجتمع المتحضر يجب ان يراعي في تعامله الاعضاء القدماء. القدماء دي غلط طبعا، المفروض ايه؟ elderly يعني كبار السن، فدي كده باظت. يجب على المجتمع المتحضر ان يعالج، لا ما انا عارف ان كلمه تريت يعني يعالج، بس هنا الناس اللي عندهم ثقافه فاحنا نعاملهم بشكل كويس، يبقى دي برضه باظت. المجتمع المتحضر ينبغي عليه انه يعامل كبار السن معامله جيده حتى لو كان مجتمع متعدد الثقافات، يبقى رقم سي ديت كده حلوه. المجتمع المتحضر هو الذي يجب عليه ان يتعامل مع صغار السن، يبقى دي كده باظت، يبقى الاجابه رقم سي، وكده المجتمع المتحضر دي صح. طيب انها مسؤوليه الوالدين ان يقوموا بتنوير الشباب بالاثار المدمره لتناول المخدرات القاتله. انا ماشي بسرعه شويه معلش عشان الوقت يعني، فعشان تحاول تذكروا المادة اللي لها الدور. Parents are responsible for making the youth unaware. unaware يعني غير واعي، وهو هنا بقول لك تنوير يعني يجعلهم واعين، فدي باظت. It is the parents' responsibility to make the youth aware of the destructive effects of taking killing drugs. خد بالك الجملة في الأصل أصلا الآثار المدمرة، يبقى دي فعلا constructive، يبقى الجملة دي الصح. It is the parent's responsibility، يبقى كده دي اللي صح. طب اللي بعدها It is the parent's irresponsibility، يعني انعدام المسؤولية، فدي باظت. Parents are responsible for making their children aware of the constructive، البناءة، يبقى كده باظت. وباقي معانا كمان آخر سؤال، وكمان ده مجاب آخر حلاوة. يرتكب البعض أخطاء خطأ كبيرا ببحثهم عن الشهرة لاعتقادهم بأنها سبب السعادة. يعني أول واحدة بقولك some people make a big mistake by looking for. look for يعني يبحث عن. fame because they think that it is the cause of happiness. الإجابة دي اللي صح. طب some people commit a big mistake. هي commit a crime المفروض. by looking up famer كده باظت. some people made a big made يعني ارتكب ماضي، فدي كده غلط. ليه؟ لأنه في الجملة قالك يرتكب. some people commit a big mistakes. ازاي big؟
هو بيقول لك خطأ هنا مفرد وهنا قال لك mistakes ازاي، وبعدين look forward to تطلع ايه، لا يبقى الاجابه فعلا رقم ايه. وكده خلصنا امتحان. اتمنى اني ما اكونش بجري بسرعه علشان انا عارف ان انت عندك وقت المفروض، ما اعتقدش اعتقد ان عندك ما اعرفش تاريخ ولا ايه بعد كده. اتمنى لكم التوفيق. لو انت طالب علمي وسمعت الموضوع اعتقد انك انت ما يعني ما ترتعدش وما تخافش، احنا هنعمل امتحان سريعا كده. اسال الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بعد ما خلصت الامتحان ورفعته لقيت ان في 3 اسئله اصلا هنا مش موجودين، مكتوب مكانهم فراغ 34 35 36 37، فجبتهم من اكتر من مكان. المذكره دي كتاب العمالقه محل الامتحان الحمد لله نزله، انا هنزلك دي برده في الوصف لو انت عايز تنجز بسرعه ما تسمعش الفيديو. الاولاني باسل ووز ان اسوان، هو كان بيعمل ايه في اسوان؟ كان في مهمه سريه لمساعده واحد من البيزنس مين، فدي صح. الزو باسل بالرغم ان هو باسل ساعد رفض يساعد مراد اللي هو ساعد الدكتور، فاحنا حللناها. According to the passage one must، وفقا للقطعة الإنسان لازم يساعد الناس التانية لما يطلبوا منه المساعدة. في برضه سؤال ترجمة مش موجود في المذكرة التانية دي، one of the current reform programs، واحد من برامج الإصلاح الحالية is to stimulate هو أن نحفز الاستثمار في المجال الصناعي، ودي ترجمتها أول واحدة فعلا أحد برامج الإصلاح الحالية تحفيز الاستثمار في المجال أو القطاع الصناعي. دي الأولانية ترجمة السؤال ده، طبعا أنا جمعتهم على بعض وهضيفهم برضه في فيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.